عندهم اخواتي درك غندوركو ضحكنا معاكم حتى شبعنا رحنا هاكا نخلقوا معاكم الجو ومرا كلشي تي علاش نخلقوا معاكم الجو حيت كلشي تيعرف لي هاو دول كلشي كيعرف الحلاوي ولكن معاكم الجو وراكم عارفين حنا رحنا الله يحسن العوار راكم عارفين كلشي ولكن هكاك تنبغوا نضحكوا نضحكوا روس انا والله الا انا جميل ملي تنديروا فيزا نضحكوا معاكم هذاك الشيء اللي كاين كندير ليا ليل حلو اه لا لا بعديها لا 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 ما تعرفيش ليها هادي قالت لك انت كدير لها بحال هوك وبسطيها شويه ودير لها قميقين علاش هادي القميقات مالها غادي غادي طوف راه قالت لك الراجل قال لي واش هاد ودن اش هذاك القميقين اشنو قرصتي وقلت لي بسطيها هي قالت لي قميق هي قرصت جوج هي قرصت جوج وانا راني باقا في وحده ودير مقادش ريش برا ولات قرص ودير عا صغيوري وبعد شويه جميل شتيها لي تجي ديك صغيره وحده وحده لاصقه في وحده صغيره بقى هنا حتى وحده حتى جوج لي ثلاثه اللي حنا ديك خاطر درنا لها عام وحده وحده انت درتيها داك العام اللي درناها هي المهيبي عرفتي انت هي المهله ها واش جات لها المهيبيله البهلة جات تغرزز بالسنيدة وهذه ما صطات لينا بالماء ما درناش ليها لان واحد الزبدة ديال الماكلة ديال الماكلة ولا ما عرفت فيجيتاريا نباتية ولا نباتية وقيلا نباتية 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 علاش اليوم ضلينا نطوفهم على الزبدة على الزبدة تجينا مارغارين تجينا مارغارين والله الا نعاود لكم كل خرافة تلاقيت مع واحد الدرية متتبعة مسكينة الله يكثر خيرها تحية لختي الدكالية اللي تلاقيت معاك في الجومبو مشيت لديريز مشيت لديريز وحنا بعد هذا مشيت لالبرت هاين مشيت للجومبو وانا نتلاقى مع واحد الدريه في الجومبو عند سوبر ماركت سميتو الجومبو في هان في سنترال ستاسيون ايوا قلت ليها اختي قلت ليها رانيش نقول لك هي تعرفني في اليوتيوب راه متبعه قلت لها شنقول لك اختي اليوم مشات تجيب مقادير قلت لها مشيت تجيب مقادير قلت لها راه واحد الحاجه راني تافع عليها انا قلت لها راني ندير الحلوه راني قلت لها ما نعاودش راني على الحلوه ودات عين بقات تشوف فيا حلوه وقالت لي لا ولا اش تشوفي في لا هي تعرف لي فيديو راني تقول لها كنت عارفه على الحلوه استنى لا بقات تشوف فيا مسكينه زعما بقات تشوف فيا قالت لي اييه اييه مزيان قلت لها وراني خويتي قلت لها اش نقول لك راني على الحلوه ونحب وتبارك الله قلت لها الحلاوه اللي درتها في يدي من حي من مصابة من كل شيء قلت لها غير غزال الحلوه ما لا فين ما فرقش هاد الغلم باقين ما الا فرقش هاد الغلم حق ربي هذاك عبي غزال مزيان حنا في عبد بعد اسفي العبديات معليش اسحب اسي واسحب الحلوه راه هو الحلوه ديالهم اغلب يعلوز والله خويا حلويات بامتياز حنا عندنا الحلويات في اسفي ومعروفين واحد بنت عمي راه كتخرج شهر بيديه حنا معروفين في اسفي الحلوه واغلبيه اللوز المصبه فرقشات الغزال هما كعب الغزال واش لا فرقشات واحد بنت عمي انا راه تخرج من يدها العسل حرفتي الحلوه حرفتها ايوا لك عليا قالت لي هي تعرفي الحلوه قلت لها انا واحد الحاجه اللي تالفه عليا وهذه المشكله هي المهمه في الحلويات قلت لها اختي الزبده تاع مارغارين سميتها كيدير لونها هي من تقول لها مارغارين قلت لها مارغاريتا مارغاريتا قلت لها اختي مارغاريتا في تتباع قالت لي هذا تعرفي الحلوه مزيان ها سيري قالت لي قال البرت هاين قلت لها ملي قلت لكم عارفين انا قلت لها مارغاريتا ما عرفتهاش والله ما عرفتها هذه راه تعرفها انا ما عرفتهاش الحلوه اكيد فيها زبده مارغارين راه هي اللي سيصدني قالت لي قالت لي هانتي نزات شي لا مشيتي تسخرتي جيبي حلوه مارغارينا مارغاريتا بس احنا نزات مشات تسخر بالحد انا مشيت نسخر بالحد وجميله انا اللي مشيت قلت لها غاديه جي معاكي مارغارين جيبي مارغارين ايوا انا لك عليا عاد قالت لي سيري رجعي لالبرت هاين راه مارغاريت كاينه في البرت هاين حيتاش اليوم الحد ودي الدي سيت دي لي سيت انا خرجت ثاني عند المغاربه هذه خرجت عند المغاربه توترنا اليوم على باش نديروا الحلوى حنا ما جدرناها حتى حتى اللي حق ربي ايوا عطيتها هي جابت مقادير اخرين من هنايا انا مشيت جبت ليها المارغريتا من هي
ايوا حلوين حطيتها لا مشيت عديان ما جيت تا فرحه ما جيت فطر سيبه هاري دابا قد هادي حلو نحط نعم عا نكورو نحط صافي هاي مفزه قطعه قدها هاي قطعه يا حنا قطعينه دابا شنو هاد لي شكر هنا واش غنديرو الحمد لله شحال درتي 190 ها 200 دابا عادي ديري وحطي عادي هكا حطيها هنا تشعلي ولا ها شعلت يا ركا مني ما كاش مني غنشعل الفرن بالكعطه انت يا ركا عطيت لي الكعطه انت ما كنت ملي كنا نشعلو في المغرب الفرن بالكعطه نشعل الفرن بالكعطه ولا نشعلو سالي درناه سخن درناه درناه انت الاخر انا تفكرت شميتها شمي شميتها كاين شي كاين فاسيليتا كنا نشعلو الفران بالكاعط ونشعلو الفران ديال البوطه ونشعلو الخبز ديال الطاجين تاع العواد نشعلوه بالكاعط وخلوني نهضر كي بغيت ونوضوا لي شي معلقات يا العروبيه راه عروبيه انا راني عروبيه وافاخي لا حنا عروبيين كنبغي وكاينين شي وحدات معلقات ام حبابنا راهم غاليين وعزاز وكتافنا هما نبلاء برجوازيين هما راهم برجوازيين انا عروبيه اما انت يا العروبيه راه تتشتاقي وتقلب عليها لقيتها شي دير فيها انت ما عندكش اصل عروبيه عندي راني بوانديت فيها وانا عروبيه وجيت للمدينه اما انت يا باين لي ما عندك لا اصل في العروبيه ولا في المدينه على داك الكومونتيرات ديالك اما العروبيه راه ما تلحقيها والتحيه للمدينه والتحيه للعروبيه والتحيه للمؤدبه وكنا رحنا مؤدبين تحية لحبابنا الغاليين عزاز كلشي وتحية لكم هانتوما مع الخوتي رحنا غنسكروا لكم في هاد الفيديو غنديروا لكم شريت ليها كوفيتير عايشة اي ديال المغرب دابا غنشدو كوفيتير عايشة عايشة راه معلقة صوفيا راه معلقة راه فينا هي راه معلقة وليدي غندوقو هنايا هاكي ها المزهر يا تتهز الورد راه تبغي يشقعي ما الورد مالها كيدير فيها المرض الورد ياك مزهر 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 سكتي ما كنتي تعيطي ليا وسهلوني عا ما نعرفش ندير الحلوى والله انتم راه كاملين شكلناها كامله شكلناها كامله دابا غنطيبو دابا غنطيبو ونهزو من بعد نديرو في بلاطه ونطيبو هاي شكلناها كامله دابا اللي طابت غادي نبداو نديرو فيها الكوفيتير وشنو غنزا الكوفيتير والمنبرط صافي صافي غتلحسي كلشي صافي خلي القرعه تاكل شويه معاك الكوفيتير والمزهر المزهر عندك هذه صافي ايوا نسخنوه نخليها تسخن واحد شويه كما تعرفوا صافي وها انتم معنا خوتي راه سيره كطيب ها شوف سيره طيب عاد حمار شي شويه من التحت شعل على عافيه مهيله حمار شي شويه من التحت وثاني نحمرها من الفوق وصافي نبداو نخليها تتبرد شي شويه ونديروها في العسل في الزهر اللي كتصاوب فيه نزهه هو يطلق شويه بحال هكا عاد يطلق ماشي سخون يطيب ولا شي حاجه عيطلق شويه ولا 12 هذه خوتي حنا نصاوبوا في الحلوى هاي واش غنديروا المهم الاجواء ديال العيد الاجواء ديال العيد موجوده الحمد لله انا نقردو المطل صافي انا نقردو تسني صافي باقي شويه ايوا حنا غاديين مهاودين معاكم ومهاودين مع عروسنا ايح الله ايح المولى الكريم بعدا حنا غنديروا الحلوى غنديروها مش مكان مش مكان صافي اجواء تاع العيد راه كاينه الحمد لله اييه الله يرزق الصحه والسلامه يلا خليكم معنا الحباب قلبي الله الله حوان سوقي الله
سامية الله الله يا عمرو بيش الله 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 صالحين أمالية الله الله ها انتم اخوتي ها انتم كيف جات حلوه ريش بوند ديانا جات غزاله وزوينه وبنينها راه كما تشوفوا البارح بقينا حتى الوحده تاع الليل انا ونزهه وجيهان وصوبناها وقاديناها ونزهه مسكينه ما داتش منها قالت لي صافي باقي بقات شي حاجه ما تصاوبتش قالت لي حتى على اليوم عاد كمليها راني كملتها وهذا هو الشكل ديالها ها انتم ها انتم كيف جات كانت غزاله وزوينه ها نتوما والريحه ديالها كتشهي بداك داك الحامض وبداك الفاني وبداك الزهر اللي درنا مع ومع داك الزهر اللي درناه مع الكوفيتير جو واعر والريحه ديالها كتشهي غزاله تبارك الله هذا هو الحلوه ديال ريش بوند ديالنا تبارك الله جات زوينه دابا غادي نشد نقسمها انا ونزهه راه باقيت انا واحد التوصيل اخر نقسمها انا ونزهه نص ليها ونص لي النص ليا وناكلوها ونعيدوا بها كاملين وكل شيء هو هذا كل جات عندي هي تاكل وانا مشيت عندها انا ناكل وما بيناتناش حنا انا حنا الخواتات ما بيناتناش اي حاجه كنقسموها ما بيناتناش اخوتي نهائيا وهذه ثاني ها نتوما كما تشوفوا هذه ثاني صاوبتها غير دابا راه العشاء الفطور ان شاء الله هذه ثاني البريوات اللي درت معكم ديك النهار بالصدر تاع الدجاج وبالفيرميسيل والبصله والحامض مصير والزيتون والربيع والثومه كيجوا خطيرين خطيرين انا صوبتهم ثاني ديك النهار نسجات كلات معاهم داروا لي في التعاليق بزاف البنات كتبوا لي في التعاليق غير السقرامه انت ما شاركتيش مع نزهه اولا ما عطيتيهاش نزهه كلات حقها منهم وانا ثاني هي من دار البريوات كليت حقي منهم وعجبو نزهه بزاف بزاف وعبد الرزاق تا هو عجبوه بزاف بزاف واليوم ثاني هاني درت منهم ثاني غزالين راني ها نتوما يلاه طيبتهم ودرتهم فيرميسير خليتهم كيبردوا ودابا غادي نديرهم بريوات ونحطهم في الفرن باش نفطروا بهم ان شاء الله تيعجبو نزهه وتيعجبو عبد الرزاق وتحيه ليكم بسلام عليكم اخوت الله يحفظكم الله ييسر امركم الله يعطيكم تمنيتو في خاطركم وعواشركم بروكو وتعيدوا وتعاودوا مع احبابكم ومع الناس ديالكم وتحيه ليكم من العالم العالم من طنجة القويرة والسلام عليكم الخوت السلام عليكم حبابي حباباتي.